ازاي الناس دي بتفضل محافظه على جسمها طول السنه. انت لو انت واحد بسيط كده بتروح الجيم وبتروح بقالك سنه ولا سنتين، واول ما بتبوظ شويه في الدايت جسمك بيبتدي يدهنن ويبتدي يزود في الدهون وتبتدي يطلع لك جناب وافخاد والكلام ده. انا هقول لك على السر. بص، الناس دي بتبقى اغلبيه الوقت كله بتبقى قبل البطوله، يعني قبل ما تطلع على الستيج او بعد البطوله مباشره، بتروح عامله بقى فوتو سيشن بتتصور فيها يجي حوالي 500 ل 1000 صوره، وتبتدي تقعد تنزل في الصور دي على مدار اسبوعي كل اسبوع علشان تبين للناس ان هي كده كده شريدد دي يعني اللي هي جسمها متقسم وكل حاجه. اما الناس دي لو انت شفتها في الطبيعي يعني في الحقيقه هتلاقي عادي خالص، لان في حاجه اسمها اوف سيزون وفي حاجه اسمها اون سيزون. الاوف سيزون دي اللي هي بعد البطوله بالظبط، بيبتدي ياكلوا كتير ويبتدي عشان الجسم اللي انت بتشوفه المنظر ده بيبقى صعب الحفاظ عليه لفتره طويله.